السلام عليكم، اليوم فيكم في الجزء الثالث تقريبا اللعبة وشن هورن 2. نبدأ معكم اللعبة ونكمل. طبعا قد ما أقدر إني أنزل الصوت في اللعبة علشان أقدر أتكلم معاكم، فإذا ما في سوالف يعني إنه ما ببث تجريبي، فبخلي الصوت عالي أو بخليه متوسط، يعني إنكم تسمعون صوتي وتسمعون صوت اللعبة. اوكي، وصلنا 38 الحين في مستوى اللعبة، هذا اللي وقفني فيه أمس، إن اللي ما قدرت أفوز في ذي. اوكي، كيف مات؟ يا حبيبي دقيقة دقيقة، الحين بتقول لازم تموت ديلا أول شي. كيف نزل الماي؟ أنا ما ضربته. خلص السلاح. خلاص طالع ذيك الجهة. أعطيها هنا. وين راحت؟ هل ماتت ولا؟ يلا طلع حل ذي غبي 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 والله غبي، يعني خلاص الحين اقدر اشيلها. شو حلها كيف؟ اقدر اشيلها، امشي هون اسوي كذا و أرميها، بس هذا الحل. انزل حلو، يعرفون كسرت الجرار اللي صار طاقتك نازلة، يجيبون لك بس قلوب أو طاقة. يعني بسم الله، وين احنا فيه؟ رجعنا. احنا نبي نصعد فوق. تعال ليه يكون فتح طريق ثاني هم بنفس الطريق. وين الليفت؟ هذا الاسانسير. ما ادري هي اماكن يرقى. صعد من ذا.
رجعت بنفس المكان. بس اعطوني شيء اسويه زين. كيف اصعد فوق؟ والله يموت اذا طحت بمسافة بعيدة. تاني ادري. اوكي شي حلو. ارجع اخاف اني طلعت من باب ثاني يعني من غير دقيقة. الحين هم فتحوا لي باب صح؟ يوم دخلت من هنا اشتغل ده، بس وش اللي صار؟ هذا الباب اللي فتحوه ولا هذا الباب انا من زمان؟ والله انا ما اذكر شيء. اوه هذا ليش تطلع برا جلانه؟ اوكي صعدنا الحين فوق. اوكي كنا تحت جابنا هنا. ارفع مستوى ثاني تقريبا. اوكي اوكي عارفين ان في رخاية رايحين، عارفين والله عارفين. ليش امشي كذا؟ ليش ما امشي معاه؟ كل ناس رايح. ليش جاي هنا انا اصلا؟ انزل بس انزل انزل. لازم اصعد على ذيك اللي فوق. طيب ما يساعدني هو فوق. هل دي الان في نار هناك؟ شوف تشتغل ذي برضو. لا خلاص خلاص. فأنا كيف أصعد الحين فوق؟ ديك النار شنو هي؟ من زمان موجودة ليش ما أدري. ديك 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 لازم نشوف لك حل الحين. يعني كيف نصعد فوق؟ بس دي اللعبة كلها الغاز بس. والله مستحيل برضه مستحيل. شو الجلتش؟ بوم.
ادري شو اسوي يعني، ولا في ولا واحد منهم يساعدني. والله وصلت، أنا أقول مستحيل. طيب لو وصلت شو أسوي؟ مش حاسس كان وصل انت. لا هم هنا هنا. تتكلم جد؟ ها هنا نقزت عادي، ذيك الجهة ما براضي. كيف يعني في فرق الحين؟ خلي اشوف انقز مرة ثانية من الاجزاء ذيك او ذيك الجهة. اس في هنا شنو هي؟ يكون في بوابة تحت نقتل الدود البداية. عيب عيب عيب. ليش انا؟ بس النحش عنده
توقعون الأزرق ذاك يموتني؟ خل أروح أشوف أنطب فيه. بسم الله. سيف هذا سعدة، حسبت سلم بداية طلع على ابن سعدة برضه. حرب ده والله شوف طاقة. طيب ليش ما ينزل؟ ول طبعا كيف هاي تقريبا مكتوبة. أنا أقرأ ولا ألعب ولا يكون جاي من وراي؟ شوف الخريطة بالخريطة بالخريطة بالخريطة. أوه متى 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 قام يمشي على جنب ينفخ وهو جالس ولا شيء؟ يقول أنا ايش فيه؟ طيب هو ما يصلح له كذا. إذا هو من النار تشارجينج، لعن الله بيسي هذا وقت تشارجينج. لازم ثلج يمكن. ولا انقصت منطقتي.
كيف احنا صعد هنا؟ انزل. هناك حل، لازم أصعد يمكن قريب عنده. المكان اللي جلس عليه يمكن هذا المكان اللي يقدر، بس كيف؟ اوكي في دائرة هناك، بس لازم دقيقة. هذا النار، انتبه لي، انتبه لي. اصعد، شلون يصعد؟ شوف شلون ده يصعد من المقلوب. اوكي لا لا يلا شوي صرت. لازم يوقف تقريبا. أضرب كثير يمكن. دقيقة دقيقة، خلنا على الباب. يشحن. الله، اللي بيبدأ يحرك بدك عاد يشحن. وراي الحين هو صح؟ اي والله وراي. زين لما بعد يوقف، ما بعد يوقف.
طيح معي انتظر شوي باقي له ربع. يلا يقول قوم قوم نروح حق ذا يشحن. يا الله ممكن نفتح شيء هنا. كيف اصحى تفوق؟ راح هذا كذا يموت. أعطاني اوكي ديد كات وجه البومة. بس اطلع لي حاله حاله شو اسمهم ليلي أبدأ مرة ثانية. أعطانا مفتاح طريق الوايت سيتي اللي منينا احنا ندور هذيك. ريتيرن تو وايت. اوكي هذا حطينا على بنروح بنروح. دقيقة إيه بس والله هذا المفتاح هذا الباب افتح لاحظت صار راح مدينة كذا كبيرة بالحال يسوي زوم اوت يصير صغير والشاشة كبيرة يورونين عشان تشوف معالم المدينة يعني. ها الشجرة تتحرك
ما عليه طريق طويل. يلا يكون وين أنا فيه؟ ما أشوف هناك صخور. طيب نكمل من هنا. والله ما ادري ليش امشي على هذا، بس اوكي يعني مسوي نقرب لك المكان الحين ولا بعده. ما في شيء ده راح طريق كده بس مشتي اوريو سيرش هنا قبل شوي في سيرش ثاني برضو. كيف الحين في نفق تحت؟ دقيقة آخر أضرب كم مرة بعدين أضرب. إيه بعد الأم على عيالها أقول هيك. خليكم قلق الحين دقيقة.
تعال هنا. لا 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 يلا ما بتلاش نبيكم الحين. شلون نزلوا ذيلا؟ عنده يمشي فوق. اي والله ولا مات. شو قمت قريوس قاعد جيبوها. يعني بس يحمي وين راح؟ خلوه مكان، خلوه مكان، وقف، خلي شوف الطلب اللي تنقص منه. انا والله مضطر اسوي لك كذا، مضطر تجيبته ناقصه كثير. اتس اوفر. اشوف انا ان الله اصلا حتى بيضهم تدربح. من وين راح؟ راح هنا صح؟ دي الجهة ولا دي الجهة؟ احنا ما ادري احنا نخش في البحر ذا البايب ولا هذا عن الطريق. خلينا نصعد فوق نشوف. الحمد لله غيرني حارب وكل شيء مسوي نفسي قوي، لكن اللي جيت في السباحة ما يعرف. هذا القطار ما نقدر نستخدم. اوه خربوه. يمكن من هنا الطريق.
هل نقدر نمشي على سكة القطار؟ ما نقدر نستخدم القطار، الله يهينكم كعابي. يا الله، نلعب كرة. ايوه، جيبهم سليكش. ايوه الشباب، وين راحوا؟ ما جاء تحارب، ما جاء يوم موتهم، جاء عارف الحركة ذي. بعدين آخر واحد يشيل الصفر. كانت حالة واجب. خلص المهمة، نطلع لايف، نكمل لايف عشان نتكلم عن أخبار أبل اللي نزلت قبل شوي. ما ادري هذا دبار ولا محل استرونومي ولا ما ادري شلون جاي الجهتين. والله عرفت اني لازم اروح لها، والله دريت، والله طح طح.
يعني هذا لعبة انك بس كعابي تمشي خلينك عطونا غطار في الكون. يلا خذ ابقى مجيبينك الذي اللي ما يفهمون كيف الحرب لنقص طلبته منه فيه. حط بوست اني بطلع بث مباشر. تم وضع البث، تم وضع البث، تم وضع البوست. خل اوكي انا عارف ليش الجيمر اللي يلعب اللي يلعبون العاب فيديو يكونوا ممتعين. عرفت حالهم الحين دقيقة ما ادري اللي ضغطت. يلا يلا رجعنا، رحنا بالسفينة ركبنا قطار ورجعنا الحين مدينة مرة ثانية. بعد طويل الغياب رجعنا. وين اي تاور؟ واي واحد؟ لا اوه سوري على الصوت اللي صار بالمس في الوقت. انا ليش ما اشوف السهم حقي في الخريطة؟ ولا انا عيوني راحت. هذا الاخضر ذاك. هذا انا تعالي انتبه. اللعبة كذا مخلين لها أماكن مستمر فيها تسير. هذا رجعنا الحق الحبيب. سلام عليكم. عطني. اوكي. هيا نروح.
روح لهدي قال تعال هنا ريست. اوه اوكي توقعت اني بكلمه ده اقول له صار يقول اذا كنت فاضي العب لعبه توقعت اني بجي اكلمه بعدنا يبغي ناخذ غير ولا طيب انا بسوي ريست لين تعال ايش في لازم هنا يعني ايش الفرق السرير غير السرير والله حتى تمام صندوق ما في لدي ليش الحين ما برضه طيب هنا اريح وين؟ ما بعد البيت ها؟ ما ادري البيت اللي كنت سيرج فتحت عن البيت يلا اوكي من هنا يكون في البيت ف خلي اسوي سيف اوكي كمل فيديو ثاني في البيت السلام عليكم.